يعني مباراة غتكون واحد المباراة هيشكوكية بواحد المعنى، كما صرح مجموعة من المعلقين مباراتين ردين للوداد أمام الأهلي. فالرجاء كنعرفوا بأن الرجاء فريق كبير، فريق عالمي، الرجاء يفوز خارج الميدان أكثر من داخل الميدان. لذلك أقول بأن كل مكونات الرجاء كلنا معكم يا رجاويين، لأنكم لستم بيضاء فقط وإنما رجاء عالمي، رجاء مغربي، لأنكم كما شاهدنا النهضة البركانية فازت باللقب، ما سنشاهد الرجاء ستضرب الزمالك وستقلب الطاولة، ونحن نعلم أن الرجاء صاحبة الريمونتادا فعلتها مع مجموعة من الأندية ولذلك ستفعله مع الزمالك. كنظن أن الرجاء غادي تخسر حيت هاد الفرق ديال المغرب صراحة كيبيعوا كاع اللعابة اللي كيبانوا عندنا، كيف ما طرى الوداد يعني غيطرى الرجاء، ما كنقولش بلي الحد غادي يلعب معاهم حيت باين الزمالك عنده لعابة اللي فايقين، الآلي كيف ما شفنا في كازا اش داروا لهم، خايف يضربوهم بثلاثة ولا أربعة يعمروهم صراحة. علاش الرجاء غادي يخسر؟ اللعابة ديالنا عطينا غير الصغير، دوران، الدريات، حتى لعاب ما بقى كيف ما نقول لك عنده مستوى كيلعب بالبطولة، أي لعاب اللي كيكون نادي كيديوه، راه كتشوفوا في أوروب ولا في الإمارات ولا في أي دوري واعر، لا عندنا كوميرس في هذه البلاد ما نخليهاش كرة تزيد. المهم مباراة صعيبة، المهم عنده مباراة صعيبة جدا، ما نقدرش نعطيك تخمينات، ما نقدرش نقول لك الريزيلتا. مباراة قوية قوية جدا لأنهم نهزمونا بهدف 0، وفريق الرجاء البيضاوي فريق قوي، والمشكلة عند فريق الرجاء البيضاوي الدراري ديالو الله بداش كيتعذب فيهم من فيروس كوفيد 19، والتحكيم الإفريقي والرجاء بدنيا شوية ناقصة، اللاعبين ديال فريق الزمالك المصري كيمتازوا بلياقة بدنية عالية، وفريق الرجاء البيضاوي فريق قوي وكنتمنوا ليه التوفيق ان شاء الله. انا مواطن مغربي تلعب الرجاء ولا الوداد مع اي فرقه خارج المغرب خصني نشجعها، انا مواطن مغربي واش فهمتي، ديما نشجع المغرب انا، وملي تكون الرجاء والوداد نشجع اللي لعبات الكره مزيان. هنا هذه المساله خصنا نحيدوها، ما خصناش، خصنا ملي كتكون لعبه الرجاء ولا الوداد مع شي فرقه خارج المغرب خصنا نتشجعوا كاملين ونشجعوهم، ما نبقاوش نوضوا الفوضى.